مسائية الاثنين من قناة الوطنية، نستهلها معكم بأبرز العناوين. والعبد العزيز يعود إلى العاصمة بعد زيارة لولاية ترارزا دامت عدة أيام. بعدما تقدم منتخبه مستقبل الرئيس، حزب تواصل يندد بقمع المحتجين ضد الزيارات الرئاسية. وأكثر من 70,000 تلميذ يتسابقون لدخول الإعدادية في موريتانيا. وفي النشرة أيضا تتابعون دورة تكوينية بنواكشوط لصالح مسؤولي معلومات الجرد في موريتانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. عاد الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز صباح اليوم إلى العاصمة نواكشوط قادما من مقاطعة بوتليميت التي اختتم منها جولة في ولاية ترارزا دامت 8 أيام. وكان والعبد العزيز بدأ يوم الاثنين الماضي زيارة لولاية ترارزا بدأت من مدينة روسو عاصمة الولاية، وقادته إلى عواصم مقاطعات الولايات ومراكزها الإدارية فضلا عن بعض البلديات والقرى. وتدخل جولة العبد العزيز لترارزا في إطار جولة شاملة لولايات البلاد الداخلية بدأها قبل أسابيع من الحوضين الشرقي والغربي، وقادته لاحقا إلى تيرس الزمور والعصابة وغورغول والبراكنة. ومن المنتظر أن يزور في إطارها ابتداء من يوم غد الثلاثاء ولاية غيديماغا، على أن يزور بقية الولايات الداخلية لاحقا. وكان والعبد العزيز قد وصل مساء أمس الأحد إلى مدينة بوتليميت، حيث قام بالإطلاع على وضعية المنشآت الصحية والتعليمية بالمدينة، وعاين العديد من المشاريع التنموية المنجزة بها. وقد خصص سكان مقاطعة بوتليميت استقبالا شعبيا كبيرا للرئيس لدى وصوله مدينة بوتليميت، حيث غصت شوارع المدينة بالمستقبلين حاملين الصور المكبرة للرئيس والشعارات المثمنة لما سموه إنجازات تحققت في السنوات الأخيرة خصوصا على مستوى المقاطعة. نتابع. مقاطعة بوتليميت مقاطعة أراد لها الرئيس أن تكون ختام مسك لزيارته، حيث استقبل فيها من لدن الأطر والساكنة، وخلت محطتها من كل ما ينغص أجواء الفرح بالضيف الكبير. عند مدخل المدينة ذات الرمزية التاريخية والسياسية احتشد السكان هاتفين باسم الرئيس ومرحبين بإطلالته. مقاطعة بوتليميت مقاطعة أراد لها الرئيس أن تكون ختام مسك لزيارته، حيث استقبل فيها من لدن الأطر والساكنة، وخلت محطتها من كل ما ينغص أجواء الفرح بالضيف الكبير. عند مدخل المدينة ذات الرمزية التاريخية والسياسية احتشد السكان هاتفين باسم الرئيس ومرحبين بإطلالته. اللافتات المرحبة بالرئيس والصور المكبرة له مظاهر لا تخطئها العين في يوم الزينة بوتليميت، يوم قالت فيه المدينة كلمتها الفصل، مؤكدة بذلك أنها رقم صعب في المعادلة السياسية بالبلاد. في الأجواء الاحتفالية هذه زار والعبد العزيز مركز بوتليميت الصحي، حيث تجول في أقسام هذه المنشأة الصحية واستمع إلى شروح حول طبيعة الخدمات التي تؤديها للمواطنين ونوعية الأمراض التي تتصدى لها والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها. ثانوية المدينة القديمة الشاهدة على تاريخها الشامخ كانت محطة من محطات الزيارة العملية التي قام بها الرئيس لبوتليميت. الثانوية التي أنشئت سنة 75-900 على أنقاض ما كان يعرف يومها بمعهد بوتليميت، تشمل 31 فصلا دراسيا ويبلغ عدد التلاميذ بها 1800، منهم أكثر من 900 بنت يؤطرهم 55 أستاذ. الرئيس تجول في الجناح الإداري للثانوية التي ورثت مباني معهد بوتليميت العريق، واستمع إلى عرض من الأستاذ أحمد كلي للشخصية حول الإرث التاريخي لمعهد بوتليميت، معربا عن رغبته في تحويل مباني المعهد الحالي
إلى معهد إسلامي. بعد ذلك تفقد الرئيس سير الأشغال في الطريق الالتفاف الذي تعول عليه الساكنة في الحد من زحمة السير وإعطاء حلة جديدة للمدينة، طريق تنفذه فرقة الأشغال العمومية في الجيش الوطني لصالح وزارة التجهيز والنقل بمبلغ يناهز 1.5 مليار من الأوقية على نفقة الدولة، وتستمر الأشغال فيه 8 أشهر. بنكهة بوتيليميتية إذن اختتم الرئيس زيارته، وكأنه أراد بذلك أن يقول بلسان الحال إن التالي هو الغالي كما يقول المثل. وفي قرية أوليغا تخصص السكان استقبالا شعبيا للرئيس تميز بتقديم هدايا شرفية له تمثلت في نسخ من أقدم الكتب النادرة في موريتانيا، كما عرضوا له مخزونا من المخطوطات النادرة والنفيسة، قالوا إنها لم تشق طريقها لحد الساعة إلى خرائد مكتباتنا الوطنية. وقد تقدم المستقبلين جمع من أطر ومثقفي المدينة الذين زمنوا الزيارة. فيما يعني قرية أوليغات، هذه الجماعة معروفة بمناصرة هذا النظام، وأول مهرجان وعدل لمناصرة هذا النظام وعدل في أوليغات، عدلت مبادرة لا عودة، هم أول حد ناصر هذا النظام، واستمر ذاك الأمر ومزلنا على ذاك الأساس. وأنا قلت للرئيس محمد بن عبد العزيز أني مأيد على 3 نقاط، وذلك النقاط هي أولا الإنجازات الضخمة اللي عدل، ثانيا الاستقرار والأمن في البلد، ثالثا مكافحة التطرف، وهذا مستمر. نحن كجماعة في أوليغات وفي القرى التابعة له والبلدية عندنا الحمد لله مخزون من الأطر في مختلف التخصصات، فينا الدكاترة، فينا الأساتذة، فينا الإداريين، فينا المهندسين، فينا الأساتذة، فينا المعلمين، وهذا المخزون وهذه الأطر كاملين دايرهم تحت تصرف الدولة، تحت تصرف الرئيس محمد عبد العزيز. وفي قرية بدرة التابعة لبلدية مبلل بمقاطعة كرمسين تم عرض عدد من الكتب والمخطوطات القديمة بمناسبة زيارة الرئيس محمد والعبد العزيز للمنطقة، بالتعاون بين مكتبة العرفان الوقفية ومحضرة وادي الخير بقرية أجنجايت. وقد حوى المعرض عشرات الكتب والمخطوطات النادرة يعود بعضها لعصور قديمة، بينها مصاحف مكتوبة بخط اليد وفق الرسم العثماني، وبعض الشروح النادرة لبعض المؤلفات الفقهية القيمة المكتشفة من طرف مؤسس مكتبة العرفان الموقوفة للمرحوم الشيخ أحمد والعبد العزيز الشنقيطي. بينما عرضت محضرة وادي الخير أجنجايت عشرات المؤلفات التي تعود لمشايخ المحضرة، منها غيث النفع في القراءات السبع، وكتاب التسهيل في نظم دباجة خليل، وكتاب النظم الزاهر في إرشاد أهل الظاهر وغيرها. ندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل بما سماه أسلوب القمع الذي مورس بحق محتجين سلميين تظاهروا ضد زيارات أثقلت كاهل المواطن وغذت مصادر القبلية والمحسوبية على حد وصفهم. الحزب الذي تقدم منتخبه مستقبل الرئيس حث في بيان أصدره اليوم على ضرورة إيجاد حل سريع للتخفيف من ما وصفه بمعاناة المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لهم واتخاذ إجراءات سريعة للحد من مظاهر العطش التي تهدد حياة الناس بشكل كبير. وأكد الحزب في بيانه أن استمرار الارتفاع المذهل في الأسعار أمر يثقل كاهل المواطن ويزيد من معاناته، وهو أمر لا يمكن أن عمليات نهب مستمرة لثروات الوطن وخيراته. ودق البيان الحزبي ناقوس ما قال إنه خطر يهدد اقتصاد الوطن إثر تسارع وتيرة التضخم في البلد في الأشهر الأخيرة ووصوله إلى نسبة 5% بعد أن كان مقررا احتواؤه في حدود 3%.
انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط اعمال ملتقى وطني حول تأمين النقل البحري منظم من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع مؤسسة إعادة التأمين الخصوصية العاملة في مجال التأمين. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تعميم تقنيات تأمين استيراد البضائع ورفع المستوى الفني والتقني للأطر العاملين في القطاع. وأوضحت الأمينة العامة للوزارة العالية من تمنكوز أن تنظيم الملتقى في ظل تطبيق المقرر المتعلق بالتأمين والذي يلزم تأمين المستوردات لدى مؤمن وطني لا دليل على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لدعم ميزان المدفوعات وإنشاء فرص عمل جديدة في القطاع. طلب قسم الوكالة المنظمة للحج والعمرة من المواطنين الموريتانيين الراغبين في تأدية مراسيم العمرة والحج لموسم 1436 التأكد من الوكالة التي سيتعاقدون معها من ضمن الوكالات المرخص لها بتنظيم الحج لهذا الموسم. وحذر قسم الوكالات في بيان أصدره اليوم الاثنين جميع الراغبين في الحج أو العمرة مما أسماه أدعياء المهنة من الوكالات الأخرى التي لم تحصل على ترخيص من الدولة. ونبه البيان إلى أن الحصة الإجمالية لموريتانيا التي كانت تبلغ 3365 تم تخفيضها من طرف السلطات السعودية نظرا للأشغال الجارية في الحرم الملكي بنسبة 20% أي ما يساوي 637 حاجا سنويا منذ سنة 2013 لتصبح الحصة الإجمالية 2692 موزعة كالتالي: 1692 حاجا ينظم حجها من طرف الوزارة المعنية و1000 حاج ينظم حجه من طرف الوكالات. بدأت صباح اليوم على عموم التراب الموريتاني مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، وهي أولى مسابقات التعليم في البلاد، ويشارك فيها هذا العام 71205 مترشح. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة مصلحة الامتحانات فإن من بين المترشحين للمسابقة 5035 مترشحا للشهادة فقط، و14087 مترشحا من المدارس الخصوصية. ويتوزع المتسابقون على امتداد التراب الوطني في 805 مراكز، منها 676 مركزا في الداخل و128 في العاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى مركز في الخارج المدرسة الموريتانية بباماكو مالي. بدأت صباح اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط دورة تكوينية منظمة من طرف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية لصالح مسؤولي معلومات الجراد في موريتانيا. وتهدف الدورة حسب القائمين عليها إلى إرساء استراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراوي بغية محاربة الفقر والمساهمة في الأمن الغذائي والتخلص من المجاعة في العام أو العالم. لنتابع. في كلمتها الافتتاحية أكدت الأمينة العامة لوزارة الزراعة الموريتانية أم عزيزة بنت كوربالي أن موريتانيا تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الجراد بحكم خبراتها ومواردها البشرية التي تتوفر على تجربة ميدانية كبيرة. تري بلادنا أهمية قصوى لتقوية قدراتها في مجال مكافحة آفة الجراد، وذلك تطبيقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، والتي تتجسد على أرض الواقع عبر تنفيذ سياسة حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدمي، التي مكنت من النهوض بمستوى جاهزية المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي.
القائمون على الورشة التكوينية في نسختها الرابعة صرحوا بأنها تأتي ضمن الاستراتيجية المعتمدة من طرف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي والدول الأعضاء التي تصب في الاهتمام بالموارد البشرية وتطوير المعارف والخبرات لديها حتى تبقى كفيلة بالقضاء على هذه الآفة الخطيرة. أيها المشاركون، إن هذه الدورة التكوينية تمثل دعما إضافيا لهذه القدرات عبر تحسين المعلومات النظرية من جهة وتبادل الخبرات الميدانية من جهة أخرى، مما سيكسبكم المعلومات والتطبيقات الفنية الجديدة في مجال تسيير معلومات الجراد الصحراوي، وستشكل لا محالة مدخلا جديدا لرفع من كفاءة ومردودية عمليات مراقبة ومكافحة هذه الآفة في المنطقة. وبهذه المناسبة أهيب بكم أن تستفيدوا من هذه الفرصة على أحسن وجه، كما أتمنى لكم مقاما سعيدا في بلدكم الثاني موريتانيا. الدورة التي تدوم 5 أيام تجري وسط أجواء ترحيبية بالمشاركين، فهل يشكل اختيار موريتانيا لاستضافتها دليلا على نجاح خططها في هذا المجال؟ الصوفي محمياي، الوطنية. وصل حجم الأسلحة التي اشترتها الحكومة الموريتانية من فرنسا في الفترة ما بين 2010-2014 إلى 32.6 مليون يورو، أي ما يقارب 11 مليار أوقية. وكان حجم التبادل العسكري بين البلدين قد ارتفع خلال هذه الفترة بفضل التعاون الوثيق فيما يسمى بالحرب على الإرهاب ومواجهة الجماعات المسلحة في شمال مالي ومنطقة الساحل عموما. افتتحت صباح اليوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب ورشة لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في موريتانيا منظمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. وتهدف هذه الورشة التي يستفيد منها 40 مشاركا من القطاعات المعنية بالبحث العلمي إلى بلورة سياسة وطنية حول البحث العلمي والاستفادة من خبرات اليونسكو لتقييم الخطة الثلاثية للقطاع من خلال حصر مؤشرات للتعرف على الوضعية الحالية للبحث العلمي وتنسيق الجهود على المستوى الوطني في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا قصد الوصول إلى إنشاء مرصد وطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. نفتح الآن صفحة الأنباء الدولية مع عبد القادر ميارة. تعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأحد وخسر الغالبية المطلقة التي تمتع بها منذ 13 عاما في البرلمان، ما يقوض آماله بتعزيز سلطته الأحادية في البلاد. قال الرئيس اليمني عبد رب منصور إن المحادثات التي تجرى الأسبوع القادم في جنيف بين الأطراف المتصارعة في بلاده ستقتصر على سبل تنفيذ قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب الحوثيين بالانسحاب، وتمسك هذه بضرورة أن تركز أي محادثات على القرار الدولي 2216 الذي يطالب الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالانسحاب من المدن التي سيطروا عليها منذ سبتمبر أيلول الماضي وتسليم أسلحتهم الثقيلة. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الاثنين أنه واثق من أن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية سيطردون من العراق ويهزمون، لكن من المتوقع حدوث انتكاسات إلى أن يتحقق ذلك. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، قال أوباما إن النجاحات التي حققها متشددون في الرمادي ستكون نجاحات تكتيكية قصيرة الأجل، فيما دعا العبادي المجتمع الدولي إلى المساعدة في منع التنظيم من جني مكاسب من تهريب النفط. قالت المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل يوم الاثنين إن قادة مجموعة السبع مستعدون إذا ما اقتضت الضرورة لتشديد العقوبات على روسيا بسبب دورها في النزاع الأوكراني.
وأشارت ميركل إلى أن قادة الدول السبع الصناعية الكبرى يرغبون في التزام روسيا وأوكرانيا باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 12 فبراير الشباط في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، وأدى إلى كبح القتال في شرق أوكرانيا إلى حد كبير بين الانفصاليين الموالين للروس والقوات الحكومية. ومن المختصرات الدولية إلى مصطفى النون وجديد الرياضة. تغلب منتخبنا الوطني من المحليين على نظيره السنغالي مساء أمس بهدف لا شيء سجله اللاعب تقي الله الدنا من ضربة جزاء. المباراة كانت ودية تحضيرية للشان، واكتملت معها الفرحة في ذات المساء بتغلب المرابطون الأشبال على نظرائهم المغاربة بثلاثة أهداف لواحد. أصبح ظهير إشبيلية أليكس فيدال رسميا ضمن تشكيلة برشلونة الإسباني بعد اجتيازه للفحوصات الطبية، ليكون بذلك خلفا لدانيل ألفيش المشرف على الرحيل عن النادي الكتالوني. تحصل ستانيسلاس فافرينكا بضرباته الخلفية المدهشة التي يسددها بيد واحدة على لقب رولان جاروس لرجال ثاني بطولات الأربع الكبرى للتنس. فوز فافرينكا جاء ثمينا بعد إسقاطه لنوفاك جوكوفيتش في النهائي. نشرتنا انتهت، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. والعبد العزيز يعود إلى العاصمة بعد زيارة لولاية ترارزا دامت عدة أيام. بعدما قدم منتخبه مستقبل الرئيس، حزب تواصل يندد بقمع المحتجين ضد الزيارات الرئاسية. وأكثر من 70,000 تلميذ يتسابقون لدخول الإعدادية في موريتانيا. وفي النشرة أيضا تتابعون دورة تكوينية بنواكشوط لصالح مسؤول معلومات الجراد في موريتانيا. نشرتنا انتهت، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.